طبعاً بالنسبة إلينا في وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، فإن إقرار خطة وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان حدث كبير، وكبير بجميع المقاييس، وتزداد أهمية هذا الحدث بإحداث لجنة تتبع تنفيذ هذه التوصيات والتدابير والعمل على تجسيدها في واقع التشريعات والسياسات العمومية. الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تأسست على حوار شارك فيه الفاعل الحكومي والفاعل المؤسساتي والفاعل المدني الحزبي البرلماني إلى غير ذلك. تضمنت 435 تدبير. هذا 435 تدبير إنما تم اقتراحها بناء على ما تم رصده من نقائص، من اختلالات، من إشكالات في الواقع الحقوقي على امتداداته المختلفة المدنية السياسية الاقتصادية الاجتماعية البيئية إلى غير ذلك، كما تم رصد الاختلالات اللي كاينة في البناء الديمقراطي الوطني. وتم اقتراح هذه التدابير لتجاوز هذه الاختلالات وهذه النقائص، لذلك سوف نحرص على أن ندفع في اتجاه يعني تنفيذ كافة التوصيات في حدود الإمكان بما يؤهل بلادنا للنهوض في الديمقراطية وحقوق الإنسان وفق يعني الطموحات التي يعبر عنها الفاعل سواء كان حكومي سواء كان مدني. النقطة العالقة مثلا كالمحكمة، لا هناك قضايا يعني هي قضايا معينة لم يتم الاتفاق حولها من قبيل يعني إلغاء عقوبة الإعدام، من قبيل يعني منح حامل السلاح يعني الحق النقابي من خلال المصادقة على اتفاقية رقم 87 التي تهم منظمة العمل الدولية. هذه الأمور نظرا لحساسيتها وأهميتها والاختلاف الواقع حولها تم إرجاؤها إلى حين نضوج توافق وطني حولها من خلال حوار سوف يعني نشرف على إدارته بين كافة الفرقاء حتى تنضج الأمور. وهذا شيء طبيعي تعودنا عليه في بلادنا، أنه لا يمكن أن نذهب بفرض بعض الأمور بشكل اللي هو يخل استقرار بلادنا وبالسلم الاجتماعي السائد. جبتي واحد العنصر مهم وهو الحكمة الأمنية. طبعا موضوع الحكمة الأمنية هو أحد المواضيع اللي هي أساسية في الرفع من النهوض بمستوى حقوق الإنسان في البلاد، فجبناه بشكل جماعي. وأنا أشكر الجهات الأمنية وزارة الداخلية لأنها شاركتنا في مقترحة من تدابير وموافقة عليها، وسنتتبع معها من أجل أن ننهض بهذا الجانب في أداء مؤسساتنا.